أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بيبدأ إن شاء الله التربية الدينية للصف الثالث. طبعا عندنا مقرر علينا سورة العنكبوت دي للحفظ، التلاوة والحفظ، وطبعا الصورة من الصور الجميلة، وهي مطلوب منك حفظ الصورة عشان بيجي منها أسئلة في التسميع في الامتحان. يبقى صورة العنكبوت مطلوب بس الايه، حفظ الآيات كلها من أولها لغاية آخر الصورة طول السنة، يبقى صورة العنكبوت مقررة. طيب عندي كمان نصوص قرآنية. النص الأول من سورة البقرة ده اللي قدامنا بعنوان حق الطفل على أمه. طبعا حقوق الطفل على الأم كتيرة، منها حق الرضاعة. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. طيب الآية: والوالدات يرضعن أولادهن. الوالدات الأمهات يرضعن أولادهن حولين عامين كاملين، طبعا سنتين هجريتين، يعني حوالي سنتين إلا شهر ميلادي تقريبا كده. حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، كلام واضح، للي عايز يتم الرضاعة آخره سنتين هجريتين. وعلى المولود له، الأب، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، يعني رزقهن رزق الأمهات، وكسوتهن ملابس ليها، وعلى المولود له، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يعني المرأة اللي بترضع الابن هو ابنها تأخذ أجر على ذلك، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن، لا تكلف نفس إلا وسعها بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، يعني على قدر الطاقة، على قدر الايه، الاستطاعة. لا تضار والدة بولدها، لا يصيبها الضرر عشان خلفت، وكذلك الأب، لا تضار والد بولده ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، يعني الوارث لو الأب مات يبقى الورث بتاع الولد يخرج برضو جزء منه للأم اللي بترضعه كإيه، كحق للرضاعة بتاعتها. وإن أردتم، فإن أراد فصالا، يعني إيه فصالا؟ يعني فطاما، لو عايزين يفطموه قبل السنتين زي ما بتشوف دلوقتي. وايه، وان اراد الف الاثنين، يعني الاب والام، مش ام بس، مش اب بس، فان ايه، فان اراد الاثنين، فان اراد فصالا فطاما عن تراض منهما وتشاور، يعني مش بس هنا فصال، اراد الاثنين تراض منهما الاثنين وتشاور، ويشاوروا كمان، يشاور اهل العلم، يشاور اهل الخبره، فلا جناح عليهما، لو عايزين يفطموا قبل السنتين يفطموا بعد ما يكونوا متراضين سوا، ويسالوا كمان ويشاوروا. وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم، عايز وديه مرضعه، لان الام مثلا مريضه، الام لبنها لا يكفي، الام في سبب معين ما مش موجوده. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. مما ترشد إليه الآيات أن الرضاعة الطبيعية حق للطفل.
بعد مولده لمدة عامين. الأم يجب عليها الرضاعة لطفلها ما لم يحل حائل يمنعها من ذلك. على الأب القيام بالنفقة على المرضع سواء كانت الأم أو غيرها في حدود نفقة أو في حدود قدرته المالية. أن الفطام من الرضاعة لابد أن تراعى في مصلحة الطفل لأنها المصدر الأساسي الغذائي. 5. الالتزام بجانب الرحمة والتقوى في رعاية الأطفال بعد مولدهم. ده النص الأول. النص الثاني بيقول لي بعنوان من وصايا الله لعباده، وده الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آيات من سورة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا، قل موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل يا أيها الكافرون. يبقى كلمة قل دي في القرآن موجهة لمين؟ لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قل تعالوا، قل لهم تعالوا، قل تعالوا أتلوا يعني أقرأ أقص، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. تعالوا عشان أقول لكم اللي ربنا حرمه عليكم. طيب نفهم من كده إيه؟ 1. إن الأصل في الأشياء الحلة، يعني كل حاجة حلال إلا ما حرم الله. أي حاجة حلال، كل الشرب حلال معنى شرب الخمر، كل الأكل حلال معنى الخنزير والميت، كل أكل حلال. قل له إيه؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. 1. ألا تشركوا به شيئا، دي أكبر الكبائر أشركوا بالله. 2. وبالوالدين إحسانا، الإحسان بالوالدين، يبقى ربنا حرم علي عقوق الوالدين. 3. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، برضو من المحرمات قتل الأبناء بسبب الفقر، يقتلوا أولادهم من إملاق. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم، ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، نحن نرزقكم وإياهم، ربنا يرزقكم ويرزقهم. ولا تقربوا الفواحش، كلمة الفواحش مفردها الفاحشة، الفاحشة الذنوب الكبيرة زي الزنا، زي شرب الخمر، زي القتل، زي اللواط، زي الشرك إلى آخر هذه الذنوب الكبيرة. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش، ربنا ما قالش ولا تفعلوا الفواحش، قال ولا تقربوا الفواحش، ما تقربش منها عشان مجرد القرب فيها يوقعك فيها. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر من الناس، ما بطن في الخفاء، ما ظهر في عهد نزول القرآن وكان خافيا ساعتها وكان خافيا دلوقتي ظهر، يبقى هنا الفواحش كلها ما ظهر وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا قتل النفس من أكبر الكبائر، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. إيه هو الحق ده؟ في الدفاع عن النفس، في الجهاد في سبيل الله، في قتل القاتل للحاكم. طيب ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به أمركم به لعلكم تعقلون، لأن هذه الذنوب جميعا إذا تركناها فيها عقل وفيها منفعة للناس. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، اليتيم هو ما مات والده صغير لم يبلغ الحلم أو لم يبلغ سن الرشد. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، مال اليتيم لا نقربوا إلا بالتي هي أحسن، يعني برعى ماله، باخد أجري، برعى هذا المال، بنفق منه على نفسي نفق، لو أنا ما عنديش إنفاق أنفق منه، لو عندي ما أخدش منه. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى ما يكبر. وأوفوا الكيل، الميزان،
أوفوا الكيل والميزان بالقسط بالعدل، لا تكلف نفس إلا لا نكلف نفسا إلا وسعها، إلا طاقتها، إلا قدرها. وإذا قلتم فاعدلوا، هتتكلم اتكلم بالعدل، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، حتى لو كان من أقاربك برضو إيه اعدل. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. الآيات بترشدنا إلى هذه الوصايا العظيمة من الله سبحانه وتعالى، بتقول لنا أن الله عز وجل خلقنا ويعلم ما يصلح لنا من الحلال وما لا يصلح لنا من الحرام. يجب علينا الالتزام بالحلال وما أحله الله تعالى فقط، أو حرمه الله علينا في كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الحرام أشده ارتكابا الشرك بالله تعالى وعدم الإيمان برسله عليه السلام جميعا. من الكبائر المحرمات الزنا واللواط وعقوق الوالدين وقتل الأولاد خشية الفقر، والإعتداء بالقتل عن النفس البريئة، وعدم تحري الصدق والعدل في القول والفعل، وأكل مال اليتيم. إلا الحمد لله. النص الثالث بعنوان وعد الله للمؤمنين. الآيات من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات، لا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء يعني نصراء. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ماذا يفعلون؟ يأمر بالمعروف، المعروف هو كل شيء خير، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ينهون الناس عن أي شيء حرام. مقابلة بين يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، مقابلة. ويقيمون الصلاة، يحافظون على أداء الصلاة في أوقاتها، ويؤتون الزكاة، زكاة الأموال، ويطيعون الله ورسوله. 5 حاجات: يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، ويطيعون الله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وعد ربنا، ومن أصدق من الله وعدا؟ لا أحد. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني مقيمين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، في جنات إقامة دائمة، في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. المؤمنون الذين يفعلون كذا وكذا وكذا، هؤلاء وعدهم الله بجنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، رب يرضى عنهم، ده أكبر شيء، ذلك الفوز العظيم. الآيات بترشدنا إلى إيه؟ إلى أن المؤمنين والمؤمنات عون ونصراء في السعة والشدة، يعني في السراء والضراء. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم ومسلمة. المؤمن الصادق يؤدي الصلاة ويحافظ عليها ويخرج زكاة. تجب طاعة الله تعالى على المؤمنات فيما أمر ونهى. الفوز العظيم للذين التزموا بما أنزل الله في قرآنه العظيم وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبة للنصوص القرآنية الثلاثة. هنبدأ مع بعض في الحديث الأول اللي هو
صفحة 41 في الكتاب، حديث جميل بعنوان التوكل على الله سبحانه وتعالى. عن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني قال عمر: سمعت النبي يقول لو أنكم، لو أداة شرط تفيد الامتناع، يعني هذا لن يحدث. لو أنكم، لو حرف امتناع، امتناع ايه؟ امتناع حدوث جواب الشرط لامتناع حدوث فعل الشرط، ده معنى كلمة الايه؟ الامتناع. طيب، لو أنكم تتوكلون على الله، لو انتم بتعتمدوا على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. إذن مين اللي بيتوكل على الله حق توكل؟ الطير. احنا عندنا كم طائر؟ ما شاء الله ملايين الملايين الملايين في العالم كله. هل هذه الطيور جميعا عندها وظيفه او عندها مصنع او عندها حرفه او عندها ورث؟ ما عندهاش حاجه خالص. كل اللي عليها انها تسعى، تقوم بدري وتسعى وتدور على رزقها، تاكل وتشرب وخلاص، شكرا، تطعم صغيرها وخلاص، وبكره نفس الشيء وهكذا. لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تشبيه. تغدو خماصا، خماصا يعني ضامنه البطون من الجوع، بطنها ناشف من الجوع، وتروح بطانه، ترجع بطنها مليانه من الشبع بفضل الله عز وجل. أكد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، إنما يكون حيث بين أن من يحصل عليه الإنسان بالهداية والكفاية والوقاية وتنحي الشيطان عنه، إنما يكون بعد خروجه من بيته وقوله بسم الله توكلت على الله، وليس قبل ذلك. مما يرشد إليه هذا الحديث الشريف أن الإسلام يحث على العمل والسعي سبيلا لكسب رزق الحلال، والعمل أساس الحياة العزيزة الكريمة لكل غاية يراد الوصول إليها أسبابها لتؤدى لتحقيق الغاية. الفرق بين التوكل والتواكل: التوكل الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله، الأخذ بالإيه؟ الأسباب، ثم ترك الباقي على الله سبحانه وتعالى، ده التوكل. أما التواكل فمعناه عدم الأخذ بالأسباب والتخلي عن كل شيء وخلاص، ده التواكل. الإسلام يدعو التوكل وينهى عن الإيه؟ عن التوكل. ده الحديث الإيه الأولاني. الحديث الثاني بعنوان الصبر وأثره في حياة المسلم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أن أناسا، أناسا يعني مجموعة من الناس، أن أناسا من الأنصار، يعني مجموعة من الأنصار، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا يعني إيه؟ طلبوا معونة من النبي صلى الله عليه وسلم، معناش عايزين ناكل، عايزين نشرب، وطبعا كانوا ساعتها فعلا معدمين، ما عندهمش حاجة خالص. أن أناس من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده، لما خلاص بقى مش حاجه خالص بقى، قال: ما يكن من خير فلن ادخره عنكم. لو انا عندي خير هديه لكم، مش يعني مش هحوشه، مش هخليه عندي يعني. طيب، ومن يستعفف يعفه الله. يستعفف يعني يبعد، يعمل على ابعاد نفسه عن الدنايا، يعني يعف نفسه، يعني يبعد نفسه. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر
يصبره الله. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الحديث الشريف بيتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود من الريح المرسلة. والنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أعطاهم علمنا وعلمهم أن عفة النفس والنأي بها عن كل ما يشنها من الرذائل والدنايا، وكيف أن الله تعالى يعين على كل من يسعى إلى ذلك. اللي عايز يعف نفسه ربنا بيعفه، اللي عايز يسد ربنا بيسد عنه، وأن الغنى يقصد به غنى النفس وهو أغنى الغنى، ويكون برغبة الإنسان عما في أيدي الناس. الغني اللي عنده غنى في نفسه، والفقير اللي دايما عايز ده فقير مشبعش، نأيا بها عن كل ما يجلب عليها المذلة والهوان، لتكون لها العزة التي هي من صفات الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مصداقا لقوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ثم تأتي الصفة الثالثة التي ركز على الحديث: الصبر. تلك الصفة التي دعت إلى التحلي بها آيات كثيرة، مثل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن الله يعين المتمسك بصفة الصبر على تحمل الشدائد. من يتصبر يصبره الله. وما أعطي أحد عطاء خيرا أوسع من الإيه؟ من الصبر. مما يجدر الحديث على المرء أن يجود بما عنده من الفقراء: اثنين، الصبر على ذوي الحاجات وعدم الضيق بهم، جم مرة واثنين وده واحد. على المرء، على المؤمن، أن يعف نفسه ويبعد عن الدنايا، الاستغناء عما في أيدي الناس يحفظ على الإنسان عزته وكرامته، والصبر على المكاره سير من سيرة المؤمن. وليس هناك خير أفضل من يعود المؤمن إيه؟ من الصبر الذي يتحلى به الإنسان. الحديث الثالث والأخير بعنوان: النهي عن تمني الموت لضر مسه. عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. محدش يتمنى الموت علشان حاجة أصابته. فإن كان لابد فاعلا فيقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. التمني يعني الرغبة والطلب والخطاب للصحابة والمراد من بعدهم المسلمين. لضر أصابه يعني ضرر دنيوي، زي مثلا الفقر أو الدين أو خسر حاجة أو حادثة أو كذا أو كذا. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن تمني الموت وطلبه، وذلك بسبب ما ينزل به من ضرر دنيوي أو من مرض أو غيره. يعني عنده مرض عايز يموت نفسه، عايز يموت، يا رب خدني كذا، كله حرام. وكأن ذلك المسلم الذي يفعل ذلك لم يسمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، وبالتالي فهو لا يدرك ما يترتب على الرضا بهذا البلاء أو عدم رضائه به. من رضي الله عن من رضي وسخطه على من سخط. يعني أنت لما ترضى ربنا يرضى عنك ويعطيك الثواب العظيم. ولكن علي يقول إيه؟ اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كان الموت خيرا لي. ده أفضل بكتير. مما يفتح باب الأمل، وهذا يعني ولا يتمنى أحد الموت فلعله يزداد. يعني جاله حاجة وحشة ربنا بيعطيها له عشان حسناته تكتر، عشان مكانته تعلى عند ربنا سبحانه وتعالى، إذا ليه ثواب عظيم عنده. مما يجدر الحديث كراهة تمني الموت لضر ينزل بالإنسان في دنياه. ظاهر تمني الموت بسبب الضر الذي ينزل الإنسان هو الاعتراض، وليه حرام؟ لأنه كده أكنه بيعترض على قضاء ربنا سبحانه وتعالى. إن كان الإنسان أن يدعو فليدعو باستمرار الحياة إن كان فيها الخير، أو الوفاء إذا كان فيها الخير. المقصود بالضرر هنا هو الضرر الدنيوي، أما الضرر الديني
فغير مقصود هنا. الحياه فرصه للمحسن استزاده من الاحسان، والمسيء ليرجع عن اساءته، وفي كلاهما خير للانسان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.